ابن قتيبة، جوهرة الأدب واللغة. هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، أحد أعلام القرن الثالث الهجري، فهو عالم وفقيه وناقد وأديب لغوي. قيل إنه ولد في الكوفة، وقيل في بغداد التي نشأ فيها، وأخذ العلم عن علمائها، وعاش معظم أيامه فيها. تلمذ ابن قتيبة لكثير من أئمة العلم والأدب، أبرزهم إسحاق بن راهويه، ومحمد بن زياد الزيادي، وأبو حاتم السجستاني، وأبو الفضل الرياشي، والجاحظ. أبرز تلاميذه ابنه القاضي أبو جعفر أحمد، وابن درستويه، وعبيد الله السكري وغيرهم. خلف وراءه مصنفات كونت بمجملها مكتبة شاملة تزخر بالعلوم والمعارف، من أبرزها تأويل مختلف الحديث، وأدب الكاتب لتربية الملكة الأدبية وإرشاد طبقة الكتاب وتعليمهم. وفي مجال النقد الأدبي يعد كتابه الشعر والشعراء أشبه بمعجم للشعراء، أردفه بكتابه المعاني، الذي يجمع ذخيرة أدبية قيمة من الشعر العربي القديم. وكتاب عيون الأخبار تناول فيه أخبار الزهاد والسلاطين، وآداب الحرب ومكائدها، وكثيرا من طرائف العرب ونوادرهم. توفي العلامة ابن قتيبة رحمه الله ببغداد في شهر رجب 76 ومئتين من الهجرة.